السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس، أهلا بكم ولقاء جديد والجزء الرابع من النمط الإملائي الألف في آخر الأسماء والأفعال. اليوم لدينا أهداف لكي نتعرف على الألف المكسورة والألف القائمة ونقوم بحل التطبيقات. الألف المكسورة نعرف أنها تكتب هكذا، والألف الممدودة أو الألف القائمة تكتب هكذا، واتفقنا أنها كل من الألف المكسورة والألف الممدودة تكتب في آخر الأسماء والأفعال. فكيف نعرف هذا؟ قمنا بدراسة هذا من قبل، وذلك من خلال بإتيان أصل الألف من خلال الإتيان بالفعل المضارع من الفعل. مثلا عندي الفعل قدا ينتهي بألف مكسورة، والفعل دعا ينتهي بألف قائمة أو ألف ممدودة. كيف نتعرف على أصلهم أو لماذا كتبت هكذا ألف مكسورة؟ نأتي بالفعل المضارع يقضي. لاحظ عندما أتينا بالفعل المضارع كانت ياء، إذن الياء إذا كان الألف إذا كان أصلها ياء تكتب ألفا مكسورة. انظر هنا دعا الفعل المضارع منها يدعو، انظر ردت إلى أصلها وهو الواو، إذن ما كان أصلها واو تكتب ألفا قائمة أو ألفا ممدودة. طب إذا كانت اسم ماذا نفعل؟ قال لك نأتي بالمثنى أو الجمع للاسم. مثلا كلمة فتى، فتى إنها اسم انتهت بألف مكسورة. كيف عرفت أنها ألف مكسورة؟ هل أصلها ياء؟ نعم. كيف عرفت هذا؟ قال لك عندما جبنا بالجمع فتيان أو فتية ردت إلى أصلها الياء، ما كان أصله ياء يكتب ألف مكسورة، وما كان أصله واو يكتب ألفا قائمة. مثل كلمة عصا مثناها عصوان، عصوان انظر ردت إلى أصلها وهي الواو، إذن تكتب ألفا قائمة. كل هذا كي نتذكر ونقوم بحل التطبيق معا. إذا كان الفعل أو الاسم ثلاثيا، هذه هي القاعدة نتذكرها لكي نقوم بحل التطبيقات وتم دراستها في الأجزاء السابقة، تكتب ألف مكسورة إذا كان أصلها ياء، وتكتب ألفا ممدودة إذا كان أصلها واو، وتكتب ألفا ممدودة إذا سبقت بياء مثل استحيا. انظر معي، أما إذا كان الفعل غير ثلاثي، قال لك إن كان فعل غير ثلاثي تكتب ألفا مكسورة، تكتب ألفا مكسورة. أما متى تكتب ألف ممدودة؟ إذا سبقت بياء مثل استحيا. تتبارى فعل غير ثلاثي أي عدده أكثر من ثلاثة حروف انتهى بألف مكسورة. لماذا؟ لأنه لم يسبق بياء. طب لماذا هنا استحيا أيضا فعل غير ثلاثي ولكن سبقت بألف قائمة؟ لأنها مسبوقة بياء. انظر معي، افتح الآن الكتاب صفحة 69 ودون عليه التاريخ 14 أبريل 2020 ميلادية. هيا معي عزيزي الطالب الآن سنقوم بعمل التطبيق على الألف في آخر الأسماء والأفعال. أقرأ الأمثلة الآتية ثم أكتب سبب كتابة الألف مكسورة أو ممدودة. الإسلام دين الهدى، الهدى. لماذا هنا كتبت الهدى أو كتبت الهدى ألفا مكسورة؟ هيا اتفقنا لماذا؟ لأن أصلها ياء. كيف عرفت هذا؟ لك إن عند أتينا بالفعل مضارع منها يهدي أو الهديان إذا كان المثنى إذن أصلها ياء. سهى المريض عن تناول الدواء، سهى المريض عن تناول الدواء. انظر سهى من الفعل المضارع يسهو، إذن أصلها واو، إذن كتبت ألف ممدودة لأن أصلها واو. كيف أعرف؟ بالاسترجاع إلى المضارع، اتفقنا على هذه القاعدة. استوفى، استوفى المتسابق شروط المسابقة. استوفى فعل غير ثلاثي، نعم اتفقنا أن الفعل غير ثلاثي ينتهي بألف مكسورة ولأنه أيضا غير مسبوق بياء. انظر يحيى المؤمن بالإيمان، يحيى، يحيى بمعنى يعيش، يحيى هنا فعل. هل تتذكر الإثناء الذي درسناه في الجزء الثاني من هذا الدرس؟ هنا الفعل يحيى، هنا فعل ثلاثي مسبوق بياء فلا بد أن ينتهي بألف قائمة. أما انظر فيما بعده، يحيى طالب مجتهد. ما الفرق بين يحيى هذه ويحيى هذه؟ قلناها من قبل، يحيى هذه فعل وإذا كانت سبقت بياء تنتهي بألف قائمة. طب وهذه؟
نفسها، ولكن لكي أفرق بين الفعل والاسم قمت بكتابة الاسم بألف مكسورة. إذا وجدته بألف مكسورة عرفت أنه الاسم، إذا كان بألف قائمة عرفت أنه الفعل، ولكن الأصل أنه إذا سبق بياء يجب أن تكتب ممدودة مثل استحيا، ولكن هذا للتفرقة بين الاسم والفعل. انظر، يحيى لأنها اسم مسبوق بياء وتم استثناءه للتفرقة بينه وبين الفعل يحيى. هكذا عزيزي الطالب قد أنهينا هذا النشاط. أرجو منك الحل بطريقة صحيحة والكتابة بطريقة منظمة. هيا معنا ننتقل إلى النشاط الثاني. أستخرج الخطأ مما تحته خط، وهذا هو ما يرد في الاختبارات. إن وجد من الأمثلة الآتية أمامي مجموعة من الأسئلة، أريد منك أن تكتشف معي الخطأ. هيا. قضى السائح أسبوعا جميلا في مسندم. في ولاية مسندم قضى السائح أسبوعا جميلا. انظر قضى، هل هي صحيحة؟ لا أعرف. احضر الفعل المضارع يقضي، إذا أصلها ياء، إذا هي ألف مكسورة، إذا هذه خطأ وهذا هو الصحيح، قضى بألف مكسورة. روى لنا زميلنا قصة رحلته إلى مكة المكرمة. مكة المكرمة، هنا دي تاء مربوطة يا جماعة، هذه ليست فتحة لكنها تاء مربوط، قصدي كسرة، لأنها ما بعد حرف الجر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والمكرمة أيضا تحتها كسرة لأنها تعتبر صفة لها. هيا، روى، المضارع منها يروي، إذا هي أصلها ياء، إذا تكتب ألفا مكسورة وليست ألفا قائمة، هنا أيضا خطأ، نسوى عليها خطأ. نجا البحار من العاصفة الشديدة، نجا من الفعل ينجو، أصلها واو، إذا أصلها ألف قائمة وهذه هي الإجابة الصحيحة. انظر كلمة المستشفى، المستشفى اسم، قلنا إذا وجدنا الاسم نأتي بالجمع أو المثنى، المستشفيات أصلها ماذا؟ ياء، إذا تكتب ألف مكسورة وليست ألف قائمة، إذا هذه صحيحة. هيا الآن ننتقل معا إلى النشاط الثالث. أقرأ الفقرة الآتية ثم أكمل الكلمات بألف مكسورة أو ممدودة. هيا، غدا العاملون في الإذاعة. أحسنتم، ألف مكسورة من الفعل يغدو، وجميع المشرفين على برامجها ومن يعاونهم من الفنيين والمخرجين يدركون تماما جدوى هذه الوسيلة. أحسنتم، الإعلامية الكبرى. أحسنتم، في نقل الخبر ونشر المعارف المعاصرة وطرح القضايا. انظر، مسبوقة بياء إذن هي ألف قائمة، التي يعنى ألف مكسورة بها المجتمع أن الدور الإعلامي الذي يطلع به الإعلاميون والذي يرجى، هنا يرجى من الفعل الترجي أصلها ياء، منه بلغة المنى، هو من أهم الأدوار وأكثرها تأثيرا في الناس. هكذا عزيزي الطالب نكون أنهينا هذه التطبيقات حتى صفحة 70، وعليك أن تقوم بمراجعة الأربع أجزاء التي قمنا بدراستها لهذه التطبيقات أو لهذه القاعدة الإملائية، النمط الإملائي، وهو الألف في آخر الأسماء والأفعال. مرة ثانية أرجو منك عزيزي الطالب مراجعة الأربع أجزاء معا بالتسلسل، مع الحل بخط جميل داخل الكتاب والحل النشاط بالمذكرة وتم دراسته من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.